بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة هبدأ كلامي مع حضراتكم النهاردة بيوم الجمعة، بعد بكرة إن شاء الله تبدأ الانتخابات في النادي الأهلي. إن شاء الله هتبدأ بكرة، ولكن جمعة الكل ينتظر إن شاء الله يوم 26 نوفمبر. كل أعضاء الجمعية العمومية في نادي الأهلي تنتظر هذا اليوم، لأنه بالفعل بيكون زي فرح. الكل بيكون فرحان، الكل بيكون مبسوط، الكل بيروح علشان يحط صوته في الصندوق الانتخابي لمن يختاره ومن يراه الأصلح خلال الفترة القادمة. هناك 20 مرشح الحقيقة موجودين على القوائم الانتخابية، وبالتالي من حق الجمعية العمومية أنها تختار من تراه مناسبا خلال الفترة القادمة أو ليقود النادي خلال الأربع سنوات القادمة. عايز أقول لحضراتكم نحن الكل ينتظر هذا اليوم، كل حاجة الحقيقة مهيئة، الأمور مهيئة على أكمل وجه. الإدارة التنفيذية في النادي زي ما حضراتكم كنتوا سامعين من منذ قليل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وهو الحقيقة بيتكلم عن كل الاستعدادات اللي هتحصل أو اللي عاملها النادي الأهلي علشان يستقبل أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية. في ناس كتير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه، او في ناس دايما بتتكلم في ان يعني الموضوع يا جماعه مش مستاهل كل ده، والموضوع بسيط، وان الجمعيه العموميه يعني هذا الموسم قد تكون اقل من المواسم السابقه. ولكن الحقيقه ان دائما يجب ان يكون هناك النادي الاهلي في الرياده في كل شيء، في كل شيء الحقيقه. عندك 20 مرشح تختار اللي حضرتك عايزه تحط صوتك في الصندوق الانتخابي، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر هذا اليوم، الكل ينتظر وينظر إلى الجمعية العمومية في النادي الأهلي. ماذا ستفعل الجمعية العمومية للنادي الأهلي في هذا اليوم التاريخي الحقيقة اللي الكل بينتظر كل أربع سنوات؟ حضرتك هتشوف الميزانية وهيتعرض عليك كل شيء كعضو من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، هتقدر تتكلم في كل شيء، هتقدر تشوف كل شيء في الكتيب اللي هيكون موجود. زي ما حضراتكم شايفين الاستعدادات على أكمل وجه، وزي ما قلت لكم قبل كده أو زي ما كنت بقول لحضراتكم خلال الأسبوع اللي فات بالكامل، إن المكان الجديد ده هو مكان واسع جدا جدا، ما تقلقش من أي حاجة، كل الإجراءات الاحترازية هتلاقيها متخذة من قبل الإدارة التنفيذية في النادي لراحة الأعضاء والجميع. زي ما حضراتكم شايفين بيعمل على راحة عضو النادي الأهلي أو عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي خلال الانتخابات اللي إن شاء الله من المتوقع أن تكون كالعادة، أو مش من المتوقع الحقيقة، كالعادة الحقيقة ستكون انتخابات الجمعية العمومية في النادي الأهلي هذا الموسم أو هذه الدورة الأعلى. إحنا دايما بننظر إلى الريادة في كل شيء، الريادة في الجمعية العمومية، الريادة في الألعاب الرياضية بالكامل، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطايرة، كل حاجة. الكل ينتظر والكل يرى والكل يريد أن يرى ماذا ستفعل الجمعية العمومية للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة القادم. دايما لما بتكلم مع حضراتكم ما بقولش تختار مين أو ما تختارش مين، دي حاجة مش هتكلم فيها، ويعني أنا كعضو جمعية عمومية هروح أحط صوتي في الانتخابات إن شاء الله يوم الجمعة، ولكن الكل ينتظر، الكل ينتظر. أنا مصر أن أنا أقول هذه الكلمة كل شوية، لأنه الحقيقة كل الناس بتقول لي، بعض من لا يشجع النادي الأهلي هم بيكلموني وهم من الأصدقاء الحقيقة، ما بيجوا يتكلموا معايا يقولوا لي بصوا بقى أما نشوف الجمعية العمومية في النادي الأهلي هتعمل إيه. ما يعرفوش أن الجمعية العمومية عندنا في النادي الأهلي هي جمعية عمومية واعية قادرة على كسر كل الحواجز وكسر كل الأمور، خصوصا في ظل إن زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة مهيئة، كل حاجة مهيئة، كل حاجة مكتوبة أمام حضراتكم. تقرير لمجلس الإدارة عن الفترة من 1/7 ل 2020 ل 30/6/2021، كل حاجة حضرتك عايز تقراها، كل حاجة حضرتك عايز تشوفها هتكون أمام حضراتكم بالكامل، وأصول وأصول متداولة والتزامات والتزامات غير متداولة، كل حاجة، الإيرادات، مشروع الموازنة، كل حاجة حضرتك عايز تعرفها عن ناديك خلال الفترة السابقة هتلاقيها موجودة. ومش موجودة بقى في إيه؟ لا، موجودة أمام حضراتكم بالكامل أهو، تقرير من مجلس الإدارة النادي الأهلي لأعضاء الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لأنه دي كشوفات القوائم من بدري محطوطة الحقيقة علشان كل واحد
من خلال هذه القوائم هتشوف اسمك، هتعرف لجنتك فين، هتروح مكان لجنتك بمنتهى الأريحية وبمنتهى النظام وبمنتهى الالتزام. الكل يعمل على راحة عضو الجمعية العمومية إن شاء الله يوم الجمعة القادم. زي ما حضراتكم شايفين الكل بيشوف اسمه فين علشان يعرف لجنته رقم كام، علشان يعرف اللجنة هتكون فين، علشان تكون الانتخابات سلسة كعادة أعضاء أو كعادة انتخابات النادي الأهلي، مهما تكون سخنة ولكن دايما تلاقيها سلسة، دايما تلاقي كل أعضاء الجمعية العمومية وهم داخلين كأنهم داخلين رايحين فرح، فرح لأنه أنت بتشوف إيه اللي حصل خلال الأربع سنوات اللي فاتت من إنشاءات، من بطولات، من كل ما يخص النواحي الرياضية وكل ما يخص النواحي الإنشائية في الثلاث أفرع للنادي والفرع الجديد في أو المقر الجديد الحقيقة في التجمع الخامس. هتعرف كل الحاجة حصلت خلال الأيام السابقة، الكل طلع أعضاء المجلس الإدارة الحاليين الحقيقة اللي هتنتهي مدتهم إن شاء الله يوم 26 بعد بكرة، كلهم طلعوا واتكلموا وقالوا عملوا إيه خلال الفترة السابقة علشان أعضاء الجمعية العمومية وعلشان النادي الأهلي يظل دائما في الريادة ويظل دائما الأفضل في كل شيء، الأفضل في كل شيء. لما حضرتك تشوف ماذا يحدث في التجمع الخامس في مقر النادي في التجمع الخامس والإنشاءات اللي بتحصل هناك وشكل مقر التجمع الخامس هيبقى عامل إزاي، التغيرات اللي حصلت في مقر النادي في مدينة نصر، التغيرات اللي حصلت في الشيخ زايد والتغيرات اللي هتحصل خلال الفترة القادمة، أيضا التغيرات اللي بتحصل في مقر النادي في الجزيرة، كلها حاجات وكلها أمور واضحة لكل من يريد أن يرى شيء حلو، حاجة حلوة بتحصل. والكل العشرين مرشح الحقيقة قايلين إن هم عندهم في برامجهم الانتخابية خلال العشرين يوم اللي فاتوا أو الخمستاشر ستاشر يوم اللي فاتوا طلع كل أو معظم أعضاء أو معظم المرشحين على قائمة النادي الأهلي من العشرين واحد طلعوا، وكل واحد تكلم في برنامج الأهلي ينتخب ساعة ونص كل يوم تقريبا، كان مع حضراتكم عضو أو مرشح لانتخابات النادي الأهلي، كان بيطلع وبيتكلم يقول اللي هو عايزه، يجيب الصور اللي هو عايزها، يعمل كل ما يراه علشان النادي الأهلي يرسخ لديمقراطية خلال هذه الفترة في الجمهورية الجديدة. الحقيقة النادي الأهلي من الناحية الرياضية بيرسخ لديمقراطية جديدة بتحصل على شاشة قناة النادي الأهلي. وأنا بشكر الحقيقة كل العاملين الحقيقة في برنامج الأهلي ينتخب على الشغل الرائع اللي اتعمل خلال الأسبوعين أو الـ 14-15 يوم اللي فاتوا منذ أن بدأ هذا البرنامج وحتى الآن. الكل بيشيد بمدى المصداقية اللي موجودة فيه، مدى الحيادية اللي موجودة في هذا البرنامج. بنشكر كل العاملين طبعا الأستاذ إبراهيم المنيسي وكل العاملين في برنامج الأهلي ينتخب، وكل الإمكانيات كانت مسخرة وكل الإمكانات كانت مسخرة من قبل إدارة القناة لإنجاح هذا البرنامج. والحمد لله الكل ما فيش حد طلع سواء من العشرين مرشح اللي كانوا موجودين إلا وأشاد بالحيادية اللي موجودة وأشاد بالديمقراطية أو ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة الحقيقة من خلال النادي الأهلي في الناحية الرياضية. قد إيه النادي الأهلي بيرسخ لنا يعني إيه ديمقراطية، ديمقراطية من خلال التنافس ما بين 20 مرشح. حضرتك عايز تطلع على شاشة قناة النادي الأهلي اللي بيملكها جمهور النادي الأهلي، اطلع وقول، وأعضاء الجمعية العمومية اطلع وقول أنا عايز إيه، اطلع واتكلم وقول مهما تقول ومهما. وزي ما حضراتكم شفتوا خلال الفترة اللي فاتت، أنا برضو على الجانب الآخر بشكر الحقيقة الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي لأن كان لها يد كبيرة فيما حدث خلال الفترة السابقة في البرنامج، والكل الحقيقة على يد رجل واحد. قد إيه إحنا عايزين نطلع النادي الأهلي أو هي دي الحقيقة، أن النادي الأهلي دائما ما يرسخ للديمقراطية بكل الأشكال، بكل الأشكال زي ما حضرتك شفت كل الناس طلعت، كل الناس اتكلمت، كل واحد قال اللي هو عايزه. فأنا بشكر الجميع الحقيقة وبشكر كل جمهور النادي الأهلي على المتابعة الدائمة لهذا البرنامج ولأخبار الانتخابات خلال هذه الفترة. يتبقى إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية بعد بكرة إن شاء الله الكل ينتظر أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي هيعملوا إيه، هيعملوا إيه إن شاء الله هتشوفوا. وزي ما حضراتكم متعودين دايما مننا من خلال
قناه النادي الاهلي، هيكون هناك بث مباشر على الهواء مباشره، يعني هنكون مع حضراتكم من الساعه 8 او 9 الصبح لغايه موعد الفرز وموعد اعلان من سيكون مجلس اداره النادي الاهلي القادم ان شاء الله خلال الاربع سنوات القادمه. ده حضراتكم هتشوفوه ان شاء الله كالعاده الحقيقه يعني من خلال قناه او من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. هننقل لحضراتكم كل اللي بيحصل داخل الانتخابات، هننقل لحضراتكم كل شيء يخص الانتخابات النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه وفرحه اعضاء الجمعيه العموميه. خلي الناس كلها تعرف وتتعلم من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي قد ايه الاحترام، قد ايه الادب، قد ايه الاخلاق، قد ايه النظام، قد ايه التعب اللي كان معمول خلال الاسبوعين اللي فاتوا علشان ان شاء الله تظهر الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بهذا الشكل يوم الجمعه القادم. ننتظر حضراتكم، كلنا هنبقى موجودين، كل اعضاء الجمعيه العموميه ان شاء الله هنحاول ان احنا نبقى موجودين معاكم ان شاء الله دايما من الساعه او مش هنحاول، احنا هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره من الساعه 9 الصبح او من 8 الصبح لغايه ان شاء الله موعد اعلان مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد. ده هيبقى يوم الجمعة القادم. مش عايز أطول أكتر في الكلام عن الانتخابات، ولكن كلنا ننتظر حضراتكم ودايما صوتك زي ما الكابتن محمود الخطيب قال، صوتك بألف صوت أو بخمس تلاف صوت كمان إن شاء الله حضراتكم تبقوا متواجدين وما تقلقوش من أي حاجة. زي ما حضراتكم شفتوا الاستعدادات على قدم وساق، كل حاجة واسعة والدنيا واسعة والدنيا جميلة، ما تقلقوش من الإجراءات الاحترازية موجودة على أكمل وجه، والكل الحقيقة ينتظر أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. طيب ده كان مهم جدا ان احنا نتكلم عن الانتخابات. النهاردة اعلن بيتسو موسيماني ايضا المدير، طبعا المدير الفني للنادي الاهلي، قائمة الفريق استعدادا لمباراة سموحة بكرة ان شاء الله. زي ما اتفقت مع حضراتكم ان بكرة هي نهاية المرحلة الثانية في الدوري العام المصري الاولى، كانت او المرحلة الاولى كسبنا الثلاث مباريات الاولى واخدنا 9 نقاط. اما بالنسبة للمرحلة الثانية تنتهي غدا بمباراة سموحة ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونكون خدنا الـ9 نقاط التانية وبالتالي نصل للنقطة 18 يا رب ان شاء الله بكرة مع القائمة اللي امام حضراتكم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حمدي فتحي، ايمن اشرف، بدر بنون، ثم محمد هاني وحسين الشحات واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه وبيرسيتاو واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وعوده طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ووليد سليمان واحمد عبد القادر وعمار حمدي ومحمد شريف. هي دي القايمه ان شاء الله اللي بتستعد او بيستعد بيها بيتسو موسيماني لملاقات نادي سموحه في المباراه اللي بيقودها تحكيميا الحقيقه كابتن محمود البنا حكما للساحه، وكابتن هاني خيري وكابتن محمد محمود حكام مساعدين، وكابتن محمود الدسوقي حكما للفار، وكابتن هشام الدسوقي حكم مساعد للفار. دي طبعا طاقم التحكيم لهذه المباراة. مش هتكلم أنا على طاقم التحكيم ولا هتكلم وأقول يعني بسم الله ما شاء الله الدنيا ماشية كويسة، الأمور ماشية بشكل جيد، هناك بعض الأخطاء. دايما الناس تقول لي يا اسلام انت بتقعد تتكلم على التحكيم حتى واحنا كسبانين او حتى وانتوا كسبانين؟ اقول له ايوه، لانه انا في الاخر انا عايز عداله تحكيميه. هو انا بدل ما اكسب واحد طب ما انا اكسب 2 و3 و4 و5، بدل ما اكسب 5 اكسب 6 و7 و8 و9، ليه لا؟ ليه لا؟ هو دايما ده شغف جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز كده دايما. فمن فضل حضراتكم خلينا دايما كحكام، انا بتكلم على الحكام، منظومة التحكيم بالكامل هي تحتاج بالفعل إلى المساندة وتحتاج إلى التطوير. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتكلم في هذا الأمر وقال إن كلنا بنساند منظومة التحكيم، ولكن في نفس الوقت إحنا بننتظر منهم أعلى تركيز. هو ده اللي إحنا عايزينه، عايزين العدالة التحكيمية تكون موجودة في كل المباريات من فضل حضراتكم. تاني للمرة المليون وللمرة الـ20 مليون، لو النادي الأهلي عليه ركلة جزاء محتسبة ورحت حضرتك شفتها في الفار ولقيتها ركله جزاء احسبها مفيش مشكله، لكن لو النادي الاهلي له ركله جزاء من فضل حضرتك روح للفار وشوفها واحسبها لو هي ركله جزاء. هو ده اللي احنا بنطلبه، هو اللي كان بيحصل فينا خلال الفتره اللي فاتت
مش عايز اقول بقى الكابتن محمود البنا كان بيعمل ايه والكابتن مش عارف، مش عايز اقعد اتكلم في القديم، خلينا دايما نتكلم في الجديد ونتكلم عن التطوير ونتكلم على شكل الحكام خلال الفتره اللي جايه ونتكلم على شكل الدوري خلال الفتره اللي جايه. عايزين المعيار يكون دايما معيار واحد، مش 20,000 معيار للنادي الاهلي ما تروحش تشوف الفار ولاي نادي تاني تروح تشوف الفار. ده في انديه كل ماتش بيتحسب لها ركله جزاء، كل ماتش كل ماتش بتحسب لك ركله جزاء. فحاجه غريب ماشي صحيحه، او يعني اللي انا عايز اقوله ان زي ما بتطبق المعايير على كل الانديه على 17 نادي، من فضل حضرتك طبق المعايير على النادي الاهلي. اذا كان هناك ركله جزاء احسبها، الكره عدت خط الجون وجون احسبها جون، روح شوفها في الفار، موضوع بسيط، روح شوفها بس في الفار. هو ده اللي احنا بنطلبه، ان احنا نشوف الحكام بتعتمد معيار واحد لكل الفرق، لل 18 فريق، مش لفريق واحد بس او ل 17 فريق وفريق واحد، لا. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده دايما اللي بنتكلم فيه، ولكن مسانده دائمه وواجبه لكل الحكام وللتحكيم المصري، وهو ده دايما اللي هنفضل نقوله. اذا كنا بننتقد لا ننتقد اشخاص، ولكن ننتقد اداء هؤلاء الاشخاص، ننتقد اداء كابتن عصام عبد الفتاح، ولكن لا انتقد شخص كابتن عبد الفتاح، كابتن عصام عبد الفتاح، انتقد اداء كابتن محمود البنا مثلا، ولكن لا انتقد شخص كابتن محمود البنا. عشان كده انا بقول لحضراتكم دايما بنبقى قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا، فريقنا بيبقى كويس بس ممكن مثلا الكرة ما عندنا مش عايزه تخش هدف، ممكن تكسب بركله جزاء صحيحه، ممكن تكسب بفاول لم يحتسب ولكن المفروض ان هو كان يحتسب، تتلعب اوفر بكرة ثابته، حاجات كتيرة جدا دايما بننتظرها، لأنه في النهاية عندما تطبق المعايير على الجميع، تطبق معايير العدالة على الجميع، محدش بيتضايق ومحدش بيتكلم ومحدش بيزعل. زي ما حضراتكم شفتوا رأس النادي الأهلي، رئيس النادي الأهلي امبارح هو بيتكلم، قال نحن كل الدعم للتحكيم المصري، كل الدعم للتحكيم المصري. وبالمناسبة أكتر نادي وقف مع التحكيم المصري هو النادي الأهلي، أكتر نادي وقف مع التحكيم المصري من خلال بيانات رسمية صادرة من مجلس إدارة النادي الأهلي، مش من كلام من هنا ولا من، لا، كلام صادر أو بيانات رسمية صادرة من مجلس إدارة النادي الأهلي. ولكن أكتر ناس اتضرت آخرها السنة اللي فاتت. افتكر، أنا بس ما بحبش أفضل أرجع للي فات، لكن افتكر برضو إيه اللي حصل في النادي الأهلي وكمية النقاط اللي فقدها النادي الأهلي السنة اللي فاتت علشان أخطاء يعني ألف به تحكيم، ألف به تحكيم. مش عايزين نرجع للسنة اللي فاتت، لأن الحقيقة السنة دي حلوة في كل شيء، حلوة في كل شيء الحقيقة، نقل تلفزيوني وكذا 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 وكل حاجة حلوة، ولكن لا ينقصها إلا إن شاء الله، إن شاء الله تطور التحكيم خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله ده يكون على يد الكابتن عصام عبد الفتاح اللي كلنا ثقة فيه وعارفين قد إيه إن هو عايز يبذل مجهود خلال الفترة اللي جاية علشان يطور التحكيم. ولكن احنا كل اللي محتاجينه ان احنا نسرع في هذا التطوير شويه علشان مش كل حاجه تيجي على النادي الاهلي، لان كل اللي بيبقى اللي بياخد الموضوع او اللي بياخد كده هو النادي الاهلي، هو اللي بيفقد نقاط ويقول لك معلش اصل الحكم اخطا، معلش اصله كذا، اصل في احتواء هذه المره، اصل المره دي مش عارف فيها ايه. فمن فضل حضراتكم عايزين المنظومه تجري اسرع، منظومه التحكيم تجري مع اللي بيحصل واللي شايفينه من نقل ومن تطور، حتى في اداء الفرق كلها الحقيقه في تطور رائع جدا، كلنا مبسوطين واحنا بنقعد نتفرج على الدوري العام المصري هذا الموسم، يعني كلنا عايزين نتفرج عليه ومش عايزينه يقف، يعني عايزين نقعد نتفرج على الدوري المصري برضه خلال الفتره على طول، مش عايزينه يقف يعني، لكن في النهايه عندك ارتباطات دوليه يجب ان تتم. وبالتالي إن شاء الله بكرة تبقى مباراة جيدة بكل المعايير وبكل الأمور اللي حوالين الموضوع، قائمة اختارها بيتسو موسيماني، كلنا كجمهور في ظهر بيتسو موسيماني، إن شاء الله بكرة يستطيع أن يضع التشكيل المناسبة من وجهة نظر بيتسو موسيماني ويقول لنا، وإن شاء الله بعد نهاية المباراة نهني جمهور النادي الأهلي إن شاء الله على الفوز بالانتصار السادس يا رب على التوالي. لكن في النهاية زي ما بقول لحضراتكم دايما، كلاعب لازم تبذل المجهود اللي انت تقدر تعمله، النتيجة دي دايما بتبقى بتاعت ربنا مش بتاعت حد، احنا نتمنى ان احنا نكسب ودايما كل لاعبتنا عايزين يكسبوا، بدليل
روح الفانيلا الحمراء اللي حضراتكم شفتوها في الدقيقة الأخيرة من مباراة المحلة، بدليل إن بعد ما الهدف دخل في هدف التعادل في مباراة المحلة دخل في الدقيقة 94 وشوية، رجعنا في الدقيقة 95 ولا 96 أحرزنا هدف الفوز في مباراة المحلة. ممكن لا قدر الله ما كانش يحرز، ولكن أنا بتكلم على الروح، على اللي إحنا عايزين نعمله، على الثلاث نقاط اللي إحنا بنلعب عليها لغاية آخر دقيقة. لو كان في بعض أثناء المباراة في بعض الهبوط في المستوى، ولكن في نفس الوقت في الدقيقة الأخيرة تمثلت روح الفانيلا الحمراء في الدقيقة الأخيرة في مباراة المحلة. وإن شاء الله إن شاء الله بكرة تريحونا بقى من بدري لعيبة النادي الأهلي، إن شاء الله ما يبقاش في حرق أعصاب لنهاية المباراة، ولكن كلنا ثقة كبيرة جدا جدا في كل لعيبة النادي الأهلي وفي جهازهم الفني إن هم يستطيعوا إن شاء الله أن يفوزوا في المباراة إن شاء الله ستة على التوالي، وربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة. مين أفضل لاعب في اختارته رابطة الأندية المحترفة؟ هو النجم أكرم توفيق، أفضل لاعب في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري بعد تألقه مع الفريق. ونشر حساب الرسمي للرابطة على تويتر صورة أكرم توفيق وعلق 22 تمريرة صحيحة وخمس مرات قطع للكرات وثلاث اعتراضات ناجحة، اعتراضات يعني قطع للكرة وثلاث اعتراضات ناجحة باختيار الجمهور. صاحب المجهود المضاعف أكرم توفيق لاعب الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. وبالمناسبة كان تم اختياره هنا من خلال برنامج البيت الكبير، من خلال أيضا وجود أحمد كريم سعيد وأحمد ثابت، اختارنا أكرم توفيق ليكون هو نجم هذه المباراة. إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ستقام بمدينة زيورخ السويسرية هتجرى قرعة كأس العالم للأندية 2021، واللي هتقام إن شاء الله في الإمارات برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يشارك النادي الأهلي كبطل عن قارة إفريقيا، وكالعادة يعني نالت الإمارات شرف تنظيم كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أن نظمتها أعوام 2009 و2010 و17 و18. هتقدم الحفلة المذيعة والصحفية ثمانثا جونسون، على أن يجري القرعة مدير مسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خيمي يرزا بمساعدة قائد تشيلسي السابق والحائز على العديد من الألقاب وأسطورة الفيفا جون تيري، اللي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا. الأندية المشاركة في هذه البطولة هي الهلال السعودي اللي بنقول له ألف ألف مبروك بفوزه ببطولة دوري أبطال آسيا امبارح، بس الحقيقة استطاع أن يفوز وسيكون متواجد في كأس العالم للأندية في 2021 في الإمارات. والأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في 2021، ومونتيري المكسيك بطل دوري أبطال كونكاكاف في 2021، وبطل نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 هيكون بين فلامينجو البرازيلي وبالميراس البرازيلي. وأوكلاند سيتي نيوزيلندا الذي تم ترشحه من قبل اللجنة التنفيذية في الاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بعد إلغاء دوري أبطال أوقيانوسيا 2021. وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، تشيلسي الإنجليزي طبعا، والجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي لموسم 2020-2021. طيب، هو اي لعيب بيمشي من النادي الاهلي، اي لعيب بيحترم نفسه وبيحترم النادي الاهلي، لما يمشي من النادي الاهلي هل جمهور النادي الاهلي ما بيسالش عليه؟ هل لعيبه النادي الاهلي ما بتسالش عليه؟ لا. عايز نوجه الحقيقه رساله لمروان محسن لاعب فيوتشر، الف سلام عليك طبعا مروان، بعدما كشف الدكتور اشرف محرم أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني الموقف الطبي لمروان محسن بعد إجراءه عملية جراحية عاجلة للاعب بعد إصابته أمام إمبي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري في الدقائق الأخيرة في الشوط الأول، أصيب بعدها بكسر طولي في عضلة أو في عظمة الشظية بالكاحل وخلع وتمزق في الرباط الداخلي للقدم اليسرى. الحمد لله العملية شريحة ومسامير للشظية وإصلاح للرباط الداخلي. إن شاء الله مروان يعود ويبدأ في التمرينات العلاجية من الأسبوع المقبل. كابتن عمرو السولية، الحقيقة مروان هيغيب من 4 ل 6 شهور. عمرو السولية
نجم وسط النادي الأهلي حرص على الدعاء لمروان محسن عقب إصابته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر السولية صورة له بصحبة مروان، وقال على تويتر: ألف سلامة عليك يا حبيبي، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، وبإذن الله هترجع أحسن وأقوى من الأول. إن شاء الله مروان محسن يعود ويكون أفضل من الأول. طيب كالعادة نشوف توقعات حضراتكم لمباراة سموحة. هل يستطيع النادي الأهلي الفوز على سموحة؟ ولو فاز، من يستطيع أن يحرز أهداف هذه المباراة؟ نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت على في ضيافة البيت الكبير. وزي ما قلت لحضراتكم دايما، شاركونا عبر هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر، وقولوا لنا التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراته غدا أمام سموحة. كريم وثابت مع الشاطر هو الهاشتاج اللي هنشتغل عليه النص ساعة أو الساعة اللي جاية. قولوا لنا التشكيل المتوقع لمباراة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير مع حضراتكم، مع جمهور النادي الأهلي، مين اللي هيعرف، مين ان شاء الله هيكسب بكره، وايضا مين اللي هيحرز الاهداف. وان شاء الله بعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير. طبعا ماتش الاهلي وسموحه ده ماتش محدش قدر يتوقعه. الموسم اللي فات الاهلي اتهزم ورجع تاني في الدور التاني كسب 4. فيعني لا، احمد سامي عنده سكواد كويس مع كابتن موسيماني، بس فالماتش الصراحه خارج التوقعات. يعني اكيد هيكسب سموحه، مستواه السنه دي مش زي كل سنه، فالاهلي والاهلي مستواه احلى مع بيرسي تايو كمان في شغل احسن، فان شاء الله الماتش الجاي هيكسب. يعني هو الاهلي طبعا ماشي يعني الدور ده كويس، حتى انا كزملكاوي يعني هو يعني بسم الله ما شاء الله عمل معانا يعني خسرنا وبتاع، بس هو ان شاء الله يعني من الاداء دوت لو استمر ممكن هو فعلا ياخد الدوري. والماتش اللي جاي يعني ممكن لو سموحه ممكن يكسب 3-0. والله بس هو من غير كام قوي سموحه حتى ما خسرتش اي ماتش لحد دلوقتي. سموحه بدأ الدوري كويس، عندهم نقاط قوه كتير، عندهم مروان حمدي كويس قوي، عندهم برده المدرب وكذا لعيب عندهم برده عالي. سموحه ما خسرتش ماتش واحنا الاهلي برده، فيبقى ده ماتش عالي، واتوقع يخلص 3-1 الاهلي. والله سموحه فريق غتت كرويا، بنتكلم انه فريق غتت كرويا ومعاه جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن احمد سامي ومادي اداء كويس جدا، بس اعتقد ان الاهلي هيفوز. يعني اعتقد ان الاهلي هيفوز بفرق هدف، بفرق هدفين 2-1 1-0، واتمنى على اللولو، واتمنى بيرسي تاو عشان نشوف الرأس بتاعته. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر بعتوا لنا التشكيل المتوقع للنادي الاهلي اللي حضرتك تتوقعه بكره لبدايه مباراه سموحه ان شاء الله. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. لابس احمر؟ ماشي. اهلي بقى. انا هو لابس احمر يعني. نبيتي بقى يا كابتن، احمر قوي يعني. نبيتي؟ ده مش اللون بتاعنا ده. نبيتي ده مش بتاعنا صح. انت ايه اللي لبسك نبيتي؟ روح الفانيلا الحمراء. الفانيلا النبيتية. طيب عايز اعرف تعليقكم سريعا على فوز نادي الهلال ببطولة آسيا. طبعا نادي الهلال قدم مباراة ممتازة امبارح قدام بوهانج، والهدف الأول بصراحة بعد تقريبا أقل من 20 ثانية. الأجواء فرقة بصراحة فرقة قوية جدا، طبعا دخول ماريجا معاهم طبعا مهاجم بورتو السابق، و يعني ثنائية ماريجا مع جوميز حاجة مرعبة بصراحة. ألف مبروك لنادي الهلال، واحنا مبسوطين النادي الهلال هيبقى برفقة النادي الأهلي في مونديال الأندية في الإمارات، مع طبعا نادي الجزيرة الإماراتي اللي هو مستضيف البطولة بصفته بطل الدوري، فبطولة ذات نكهة عربية لطيفة جدا جدا. ننتظر القرعة، ومش عارف والله يعني نبعد عن مين ولا مين. ربنا يستر. النادي الاهلي قادر، احنا انت عندك سكواد قوي برضو. طب لما يجي وقت كاس العالم نبقى نتكلم عنه، وكاس العالم غالبا هيكون بعد نهايه. نقاط ضعف الهلال ونقاط ضعف تشيلسي. هتقول نقاط ضعف تشيلسي؟ هتقولها؟ تشيلسي لسه كسبان يوفنتوس 4-0. نعمل لهم حلقه نقاط ضعف تشيلسي. هندور عليها فين دي؟ مش عارف. هنلاقيها يا كابتن. برايك بفوز الهلال ايه؟ لا طبعا البطوله السنه دي هتبقى اصعب من السنه اللي فاتت. يعني كاس العالم للانديه السنه دي لازم استعداد اقوى ان شاء الله. لازم نخلي بالنا برضو بصراحة، يعني ما فيش فريق فيهم ضعيف، يمكن يعني حتى مونتيري المكسيكي مع خافير أجيري مدرب منتخب مصر
بيدربوا معارف الكره المصريه، مفيش فريق ضعيف في كاس العالم للانديه، طبعا كلهم ابطال قارات، حتى الجزيره الاماراتي فريق ماشي كويس برضو في الامارات. يعني البطوله السنه دي الهلال السعودي لما بياخد دوري ابطال اسيا، الهلال السعودي بالامكانيات الموجوده، جوميز وسالم الدوسري واخد افضل لاعب في دوري ابطال اسيا، وموسى ماريجا وبريرا، الاربعه اللي قدام والتشكيله اللي قدام، وفي هيبقى في كوكبه كده من المدارس المدربين يعني. فان شاء الله القرعه كمان هتبقى يوم الاثنين 29 نوفمبر، القرعه قرعه الاثنين الجاي يعني، ولسه في نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم السبت ما بين بالميراس وما بين فلامينجو. ايوه ديربي كلاسيكو يعني في البرازيل، هيبقى قوي جدا. فبسم الله ما شاء الله قدامنا هي حتى الفرق كلها اللي صعدت لسه، بس اللي هو الفايز ما بين بالميراس وما بين فلامينجو، تشيلسي والنادي الاهلي والجزيره الاماراتي واوكلاند سيتي ومونتيري المكسيكي والهلال السعودي. فبالتاكيد لا بطوله هتبقى يعني، طبعا النادي الاهلي دايما بيشرف مصر يعني، خلينا نتكلم ان النادي الاهلي بيشرف مصر دايما في المحافل ديت، واصلا مجرد برضو وجوده مع شرف افريقيا كلها كمان، شرف افريقيا طبعا، ومجرد وجوده برضو في المحافل دي حاجه بصراحه فخر لمصر وفخر للعرب وافريقيا بالتاكيد. في حاجات احنا بس ممكن نتكلم عنها يعني، احنا بس اللي هنتكلم، هو خبر يخص جمهور النادي الاهلي، خبر يخص جمهور الاهلي بس يعني، احنا بس نقدر نتكلم عنها ونتكلم وممكن نتفشخر كمان لكن هو خبر يخص فعلا جمهور النادي الاهلي بس. طيب ان شاء الله موعد قرعه كاس العالم قلناه واتكلمنا عنه، عايز برضو اعرف تعليقكم كالعاده الحقيقه قبل اي مباراه على تعيين الكابتن محمود البنا حكما لهذه المباراه وكابتن محمود دسوقي حكما للمباراه. اعتقد يعني كابتن محمود البنا من الحكام اللي انا بشوفهم مميزين في الدوري المصري، اقل يعني اقل في الاخطاء، اقل واحد من يعني من الاسماء اللي بصراحه يعني واحد بيفرح لما يسمع ان هو هيحكم مباراه النادي الاهلي. نتمنى تاني، والكابتن يعني محمد سوقي رغم ان البعض يعني كتب لي على تويتر ان هو يعني له كام لقطه معانا كده مش لطيفه، بس اللي فات مات، احنا بكره يا جماعه في فار وتاني بنعيد والله ونزيد في الكلمه دي يعني، عيد اللعبه واللقطه زي ما انت عايز شوفها، اهم حاجه فعلا تدي كل واحد حقه والله، حتى لو حاجه على النادي الاهلي احنا هنقول لو حاجه غريبه ان احنا بنقعد نقول كل ده كل مره كل ده. بصراحه محتاجين ده بس والله بجد محتاجين ده يعني، محتاجين فعلا احنا نساعد الحكام والله بجد، الموضوع مش نقطه، ما عنديش مشكله ان احنا نساعد يعني، هم اتمنى يعني يفهموا ان احنا كنا بنعمل ده، ده بيخليك انت اليرتد وبيخليك انت مركز وبيخليك انت تقول خلاص ما الناس ما تقول لي، فانا انزل مركز واعمل شغلي، واحنا مش طالبين منك غير انك تعمل شغلك، ما فيش حاجه ثانيه يعني، احنا ولا عايزين محاباه ولا عايزين ظلم، اعمل انت يعني ادي كل فريق حقه معيار واحد. بحيث في نقطه مهمه جدا، الناس ساعات يا كابتن اسلام انا سمعتك في الانترو، الناس ساعات بتعتقد ان انت عشان كسبان وحصل معاك خطا يا عم فوتها بقى، طب افرض ما كسبتش اعمل ايه؟ يبقى انا لازم اتكلم وقت الخساره، لازم اتكلم وقت التعادل، لازم اتكلم وقت الفوز، ليه؟ لان الخطا ده انا ما اضمنش بعد كده يحصل ايه، بعد احنا شفنا امانه بعد المهازل اللي احنا شفناها الموسم اللي فات، احنا ما بنضغطش على حد، حتى كابتن حسام فتحي لما قال لك ده بعض القنوات بيضغطوا على الحكام، ما بنضغطش على حد، هنضغط عليك ليه؟ دي شغلانتك، واحنا شغلتنا كاعلام ان احنا نراقب، مفيش ضغط، انت اعمل شغلك، ولما تعمل شغلك 100% اتفرج بقى علينا احنا هنزيط لك ازاي. انا اتمنى ان هو والله بجد انا اتمنى ان انا اطلع يعني، انا ما حدش اتكلم على التحكيم في المباراه السابقه على الرغم ان هو كان فيه حاجتين ثلاثه بنالتي، في بنالتي قلناها، ولكن بقيه المباراه انت متكلم كلنا متكلمين عن التحكيم بشكل جيد، وبالتالي هو ده المطلوب او هو ده دورك، ان احنا نقول في الوقت الكويس الحكام فيه كويسين هنقول لهم كويسين، وحشين هنقول او ادائهم مش كويس هنقول ان ادائهم مش كويس. هقول لحضرتك على حاجه، انا بصراحه لما شفت كلمه محمود البنا انا اطمنت يعني، نفسي يبقى باقي الحكام زيه بصراحه. كابتن محمود البنا واحد من افضل اللي هو افضل حكم مصري، وبستغرب ان هو ازاي مش بيبقى موجود في كاس الامم الافريقيه، مش موجود يعني في محافل يستحق بصراحه ان هو يروح كمان كاس عالم. نسبه الخطا مع محمود البنا بتبقى قليله، حكم ممتاز بصراحه، لما بيبقى في حكم مميز بنقول ان هو حكم مميز يعني، حتى ماتش الزمالك والاسماعيلي كان هو لسه بيحكمه لعبه ضربه الجزاء كان قريب منها جدا، شايفها من غير تردد بيحسبها، فبالتاكيد يعني نتمنى له التوفيق بكره يعني. ولكن هنبقى محتاجين برضو او دايما هنبقى محتاجين حكام على الفار طبعا، لان ممكن الحكم يغرقه، ممكن حكم الفار زي ما عمل السنه اللي فاتت في ماتش الزمالك والمصري، السنه اللي فاتت كان البنا الحكم وكان محمد عباس قبيل حكم الفار، كان في هدف الزمالك اللي هو اللي فازوا بيه في اخر الماتش
كانت اللعبه اصلا من بدايتها فاول. محمد عباس قبيل حكم الفار ما جابلوش اللعبه دي وجاب له لعبه لمسه اليد بتاعه ضربه الجزاء. فالناس شايفه ان الحكم شايف كده فمش شرط برضو ان الحكم ان هو مميز، لا ما لازم برضو فعلا دور للفار مهم جدا يعني. وكلنا ثقه الحقيقه زي ما كابتن محمود قال، كابتن خطيب قال يعني ان احنا كلنا ثقه وثقه كبيره جدا في التحكيم المصري، ولكن كل اللي بنطلبه هو العداله، العداله وتطبيق معايير واحده في كل المباريات. مش ان انا اجي لك انت يا كريم اقول لك والله يا كريم انت النهارده هتقعد هنا، طب اشمعنى احمد مش هيقعد؟ لا، وكان بقى كابتن خطيب قال جمله خطيره جدا والله. جمله خطيره فعلا، لما يعني بيعقب على ماتش الاهلي والزمالك وقال احنا فعلا فرحنا بالمباراه والشكل العام كان لطيف، وحتى احنا بعد المباراه احنا شفنا اخطاء بس بصراحه ما عقبناش يعني ايه عادي. الخمسه حلو يعني، وفرحه الخمسه يعني فرحه الخمسه مغطيه، ما كناش فاهمين ان الثلث ساعه او الربع ساعه كان فيها لا فرحه الخمسه راحه مغطيه لغايه لما طلعت كلمه الاحتواء. السؤال هنا كان اسلام بقى، كلمه الاحتواء دي طلعت منين؟ مين اللي قالها؟ من المباراة. لا والله بجد مش عارف، من الحكم. هو المباراة نفسه زعلانين جدا. هو اللي قال، هو اللي قال. ده كابتن محمود خطيب والله قالها بكل نقاء وكل يعني ايه تلقائيه. انا قلت للعيبه خلاص يا جماعه واحترموا القرارات وانتهى، واحنا كسبنا وخلاص. وفعلا كلنا كنا معظم الاهلاويه كنا كده لغايه لما التصريح طلع بتاع الاحتواء. انت بقى خليتني لا، ده انت هنا بتنور لي النور، لان انا ممكن الماتش ده يعني التوفيق خدمني فيه معاك وما خدتش بالي، المره الجايه انا ممكن يعني اخسر نقاط بسبب كده. فتاني الكابتن صلاح فتاح نتمنى له التوفيق، ونتمنى لكل ولاده التوفيق وكل الحكام اصدقائنا، ولكن مهم جدا 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 ان انت تعمل شغلك. عملته غلط اعرف ان انت، او ما تحس انك عملت شغل غلط اعرف ان انت سوف يتم نقدك بكل قوه لحتى لدرجه التقطيع. طيب احمد السيد بيقول الشناوي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، بدر بارون ده دفاع، اكرم توفيق وكريم فؤاد ظاهرين، نص ملعب عمار وديانج، ثلاثي هجومي احمد عبد القادر وتاو وشريف. تحياتي اشكرك جدا. محمد خليفه بيقول التشكيل المتوقع هو من يختاره موسيماني، واي تشكيل لابد معه روح الفانيلا الحمراء. تمام. منار بتقول مساء الخير عليكم، نفسي الناس تبطل تنتقد الموس عمال على بطال، الموس مدرب كبير، والتشكيل المتوقع ان شاء الله الشناوي وايمن اشرف وبدر بنون وياسر ابراهيم واكرم توفيق وكريم فؤاد وديانج وحمدي وقفشه وبيرسي تاو وشريف. الشناوي، اكرم، ربيعه، بنون، ايمن اشرف، ديانج، عمار، حمدي، قفشه، تاو، شريف، ده اتش ناجي. النادي ان شاء الله نحقق العلامه الكامله باذن الله ونحقق المطلوب. ايمن بخيت بيقول الشناوي، فؤاد، بدر، اشرف، اكرم، ربيعه، فتحي، اليو، تاو، قفشه، شريف. الشناوي حمدي ده عصام، الشناوي حمدي، بدر، ايمن، اكرم، ديانج، هاني، وحيد، قفشه. هناخد كل التشكيل المتوقع لحضراتكم. عايز تقول حاجه احمد على الارقام ما بين الاهلي وسموحه قبل ما ننتقل الى الشاشه؟ نطلع الفاصل وننتقل الى الشاشه. مقارنه رقميه كده سريعه ما بين الاهلي وسموحه، هي مقارنه مفصله، عاملين مقارنه كده. الاول النادي الاهلي طبعا لعب 5 مباريات في الدوري، كسب الخمسه، ما تعادلش ولا ماتش وما خسرش ولا ماتش، كسب 5 من 5. نادي سموحه لعب 4 وتم تاجيل ليه مباراه، ودي برضو فيها حتة نوع من يعني ايه، طبعا الظروف اللي خلت مفيش تكافؤ فرص شوية، ان سموحة اخر ماتش لعبه يوم الجمعة، فهو مريح زيادة عننا. عشان كده انا بكرة اهم حاجة عندي الثلاث نقط، ما يفرقش معايا الاداء، انا عايز الثلاث نقط بحيث ان انا انهي فترة التوقف دي متصدر على الدوري. ده المهم، ما نطلبش اداء، احنا بكرة اهم حاجة الثلاث نقط دول المهمين. طبعا نادي سموحة كسب ماتش، اتعادل 3، ما خسرش، وهو واحد من 3 فرق ما خسرتش في الدوري، نادي سموحه، النادي الاهلي ونادي سموحه والنادي المصري. النادي الاهلي مسجل 14 هدف، منهم 6 من لعب مفتوح، 1 من ضربه ثابته، 3 من ضربات ركنيه، و3 من ضربات جزاء، و1 هدف ذاتي. نادي سموحه مسجل 8، منهم 7 من لعب مفتوح، يعني من لعب مفتوح، و1 بس من ضربه ثابته لمحمد شكري. نيجي لمعدل المحاولات الصحيحه، هنلاقي ان هم عاملين محاولات صحيحه كتير، 5 و3، رقمهم كويس، دليل ان هم فرقه هجوميه وبيلعبوا كره محترمه مع كابتن احمد سامي. احنا محاولاتنا 6 و4 في الماتش الواحد. صناعه فرص خطيره، النادي الاهلي صانع 5 انفرادات يعني، وسموحه صانع 6، ده بياكد برضو ان هم عندهم قوه في 4 ماتشات بس، ده بياكد ان هم عندهم قوه هجوميه محترمه. النادي الاهلي مضيع 4 فرص لغايه دلوقتي،
نادي سموحه مضيع فرصتين. معدل الاستحواذ بتاعنا 55.7 يعني 56%، هم 47.4. ده بيأكد برضو ان هم احيانا كتير بيسيبوا الكوره للمنافسين بتوعهم. احنا بنعمل حوالي 401 تمريره مقابل هم بيعملوا 240 تمريره. الشباك النظيفه بتاعتنا احنا 3 ماتشات من 5، سموحه ماتشين من 4. نيجي للاحتساب ضربات الجزاء، احنا اتحسب علينا ضربه جزاء واحده، سموحه اتحسب عليهم 2، دليل ان هم عندهم مشاكل دفاعيه هنتكلم عليها. اخر حاجتين معانا، مين الهداف هنا وهنا؟ الهداف بتاعهم مروان حمدي، احنا الهداف بتاعنا علي معلول، الاثنين مسجلين 4 اهداف. الاكثر اسيست قفشه هو الاكثر اسيست في الدوري، عامل 4 اسيست، وحسين فيصل في سموحه عامل 2 اسيست. تمام. برضه بيراميدز ما خسرش. بيراميدز خسر. بيراميدز اتعادل. اتعادل بس. اتعادل ما خسرش. اتعادل اتعادل ماتش واحد. بيراميدز وسموحه والمصري والاهلي. والاهلي الاربع فرق دول لسه ما. طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم ابعتوا لنا على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر كل التشكيل المتوقع اللي حضراتكم شايفينه لمباراه بكره ان شاء الله النادي الاهلي ضد نادي سموحه. المباراه ستكون في تمام الساعه 4 ان شاء الله عصرا، وهننتظر طبعا حضراتكم كالعاده على شاشه قناه النادي الاهلي الاستوديو التحليلي مع النجم الكبير كابتن ايمن شوقي وبقيه الاستوديو التحليلي اللي هيكونوا متواجدين معاه ما قبل المباراه وما بعد نهايه المباراه. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف اهم نقاط الضعف والقوه لنادي سموحه من خلال البيت الكبير وشاشه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه عايز اقول لحضراتكم انتقل الى رحمه الله تعالى المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الاسبق، كل طبعا العزاء والمواساه لاسره الرجل المحترم الخلوق الحقيقه رئيس نادي الزمالك الاسبق المستشار جلال ابراهيم، ويعني اللهم الهم اهله الصبر والسلوان. والحقيقه مننا هنا من داخل القناه الحقيقه بنقول البقاء والدوام دايما وانا لله وانا اليه راجعون. أرجع مرة تانية لكريم سعيد وأحمد ثابت، يعني خليني أبدأ معاك يا ثابت بتشكيل سموحة المتوقع. طبعا تشكيل سموحة المتوقع هم يعني بيلعبوا كابتن أحمد سامي من المدربين اللي بتلعب بكرة هجومية بشكل كويس جدا، أحيانا بيلعب 4-2-3-1 وأحيانا بيلعب 4-3-3. في حراسة المرمى الأقرب بكرة الهاني سليمان، طبعا هو ما بيغيرش في الأربعة اللي ورا، يعني الأربعة اللي ورا ما بيغيرهمش. الاثنين المساكين رجب نبيل ومحمود عزت ماشيين بشكل كويس، خاصة رجب نبيل أكتر مدافع في الدوري عنده معدل تشتيت للكورة. أحمد رمضان بيكهام هو الباك رايت، والباك ليفت اللي هو المعار من النادي الأهلي محمد شكري، واللي بيقدم يعني عنده بعض الأخطاء الدفاعية ولكن بيقدم موسم كويس مع سموحة. نيجي للثلاثة الارتكاز، حليمه وعبد الرحمن عامر، والثالث بتاعهم كناريا. كناريا هو اللي احيانا بيحول طريقه اللعب من 4-3-3 واحيانا 4-2-3-1 بعمليه الزياده، وان هو بيزيد وراح منتخب مصر يعني في الفتره الاخيره بيعمل دور صناعه لعب ولاعب مميز جدا. نعم. الاطراف صديق ايجولا اللي هو النيجيري، وحسين فيصل اللعيب المميز جدا جدا اللي مشى من نادي الزمالك فري. ونيجي قدام مروان حمدي اللي راح منتخب مصر ولعب اساسي في المباراه الاخيره مع منتخب مصر. تعال نشوف الشكل ده بتاعهم في الملعب بيبقى عامل ازاي. ده الشكل بتاعهم. طبعا سموحه هنا في مباراه انبي كان لابس الابيض، ادي الاربعه وادي الثلاثه في وسط الملعب، دول الاقرب قدامنا ان هو يلعب بالشكل ده. ليه؟ لان طبعا بيلعب النادي الاهلي وكابتن، بس كابتن احمد سامي في مباريات النادي الاهلي دايما بيلعب جيم مفتوح، ما بيقفلش الجيم قوي، دايما هو بيبقى عنده مستو في الثلاثه اللي قدام بيبقى فيه لا مركزيه، يعني مروان حمدي هنا وحسين فيصل وصديق اجوله، مروان حمدي دايما بيتحرك على الطرف وينزل يسقط يفتح مساحات للي جاي من ورا حسين فيصل اللاعب الخطير جدا اللي هو الجناح الشمال، وصديق اجوله ناحيه اليمين. فده الشكل بتاع الاربعه 4-3-3 بتاع فريق سموحه يعني. تمام. طيب كريم، السؤال يا كابتن اسلام اللي بيدور في اذهان جماهير النادي الاهلي في اخر يومين، مين هيبقى بديل علي معلول ومين هيبقى بديل عمرو السوليه، وهل ممكن الغيابين دول يخلوا بيتسو موسيماني يفكر في تغيير طريقه اللعب، وربما ده فعلا حتى متاح ان بيتسو موسيماني يرجع ل 4-2-3-1. لكن لو افترضنا مثلا ان احنا نشوف الشكل اللي انا بقول من وجهه نظر الشخصيه طبعا، يعني اللي ممكن النادي الاهلي يبدا بيه مباراة بكرة، أشوف إن احنا أتمنى على مستوى الشخصي إن احنا نكمل باللعب بنفس الطريقة 3-4-3
اللي احنا ابتدعناها من اول الموسم، ونتكلم هنا على البدائل. انا في وجهه نظري مباراه بكره وطريقه اللعب بتاعت 3 4 3 دي وغياب علي معلول ربما تكون فرصه سانحه لدخول كريم فؤاد لتشكيله الفريق. كريم فؤاد واحد من اللعيبه الجوكر في الاربع مراكز اللي على الاطراف، يعني لاعب باك يمين، لاعب باك شمال، معناه ديمب، ولاعب باك شمال، ولاعب جناح شمال، ولاعب جناح يمين. فبالتالي انا شايف ان الطريقه دي مع غياب علي معلول ان شاء الله بنتمنى له الشفاء والرجوع في اقرب وقت، ان يخش كريم فؤاد يلعب مكان علي معلول مع الابقاء على ايمن اشرف في مركز المساك، ووجود بدر بنون، ووجود حمدي فتحي. نكمل زي ما احنا، مفيش ادنى مشكله. نيجي خط الوسط مع غياب عمرو السولية، انا في وجهه نظري ربما نرحل اكرم توفيق للدخول مع يلعب مع اليو ديانج، ويعمل لنا شكل ارتكازي قوي في مباراه بكره. ليه بقى؟ لان 3 4 3 في وجهه نظري هي عامله مشكله لكل مدربين الدوري السنه دي، مش عارفين يتعاملوا معاها. في ازمه، هو حاجه من اتنين، لا هضغطك بدور الملعب زي كارتيرون ما قلنا، وزي نادي الاسماعيلي هبدا يبقى عندي مشاكل ورا في الدفاع. طيب هلعب ديفنس، يبقى انا النهارده هبعد تماما ان انا اقدر اخاطر وهاجم النادي الاهلي، فبالتالي بيأمنك انت بالشكل الدفاعي. وضع في الاعتبار بقى ان احنا هنلاعب بكره نادي سموحه، اللي خلال الاسابيع الماضيه بين لنا على المستوى الشخصي ان هو قوي جدا جدا هجوميا، وعنده مشكله كبيره جدا 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 دفاعيه، للدرجه اللي خلته مش قادر يحافظ على تقدم على نادي الاتحاد 4-1 منذ الدقيقه 53. نادي سموحه برده في الاسبوع الاول متقدم على انبي ب 1-0، ما قدرش يحافظ على التقدم بتاعه. المباراه الوحيده اللي انتصر فيها بنتيجه مريحه كانت قدام فريق ايسترن كومباني، للامانه بصراحه لغايه دلوقتي واضح جدا جدا ان هو هيكون حصاله الدوري. طيب نبص على الشكل بتاع فرقه سموحه، ونيجي نقول ايه اكبر مشكله عند نادي سموحه في المباريات اللي لعبها في الدوري يا كابتن اسلام. نادي سموحه دخل فيه 5 اهداف، ايوه، 3 منهم كرات عرضيه، 3 و2 منهم ضربات جزاء. الصوره اللي معانا قدامنا عايز بس اركز فيها على الحاجه دي، مباراه نادي سموحه وانبي في الاسبوع الاول، الكره دي كانت ضربه ركنيه لنادي انبي ارتدت لنص الملعب، استلمها اللاعب، وعايز نبص على المساحه اللي ورا دفاع نادي سموحه، ونبص على اللاعب ده ونشوف ازاي اخطا في التمركز والخروج من متأخر منطقه دفاعه، وبالتالي كشف مصيادة التسلل عشان يسمح لنادي انبي ولاعبه ان هو يقدر يجيب الهدف زي ما هنشوف في الصورة اللي بعديها بالظبط. الكرة راحت وطبعا خلاص كده التسلل اتكسر، وبالتالي نادي انبي قدر ان هو يجيب الهدف. نشوف برضو صورة اخرى من مباراة نادي سموحة والاتحاد، ودي ده صورة الهدف التاني لنادي الاتحاد. نرجع معلش الصوره اللي قبليها عشان برضو نثبت نفس الخطا اللي حصل. ايوه بالظبط، نبص كده على اللي اخر لاعب من نادي سموحه، هنلاقي ان هو برضو خرج بشكل متاخر من الدفاع، وبالتالي سمح للاعب نادي الاتحاد ان هو يكسر مسار التسلل عشان في تمركز خاطئ، وبالتالي قدر يجيب الهدف. هدف التعادل الرابع لنادي الاتحاد جه برضه من كره عرضيه بسوء تمركز. فبالتالي 3 4 3 ربما ما يكونش فيها المساحه نلعب كرات عرضيه كتيره، ولكن لازم نكون احنا عارفين ان اكبر مشكله عند نادي سموحه في الدفاع هو التمركز. الدفاع بتاع نادي سموحه دخل فيه 5 اهداف، 3 منهم من كرات عرضيه وجايين من عند الجبهه اليسرى. يعني برضه هنا نبص، عايز نبص على ظهير نادي سموحه في 8 في مساحه 8 متر ما بينه وما بين لاعب نادي الاتحاد بيرفع الكروس، وبالتالي هو لاعب لحد ما بيحلق. شكري لاعب بيحلق اكتر ما هو بيضغط، وبالتالي بيسمح للكره العرضيه انها تتلعب بسهوله. ونشوف هنا لاعب نادي الاتحاد، شايفين ده لاعب نادي الاتحاد، يعني ربما يكون الشكل هنا ما يدكش الايحاء ان هو يقدر يخطف الكوره. نبص الصوره اللي وراها ونشوف ازاي قدر يعمل الجامب ويسرق الاثنين مساكين بتوع نادي سموحه ويخطف الكره من وسطهم في الدقيقه 95 عشان يحقق الهدف الرابع لنادي الاتحاد ويخرج متعادل، رغم ان هو كان متاخر 4-1 من الدقيقه 54. فواضح جدا جدا دي مشكله لنادي سموحه،
في نفس الوقت بصراحه دي مشكله، كان هم عندهم ميزه كبيره في الشكل، في الشكل الهجومي بتاعهم. مروان حمدي فعلا لاعب لما بعد عن الاضواء وبعد عن انديه القمه وبدا يلعب في نادي معلهوش يعني ضغط اعلامي كبير وضغط جماهيري، بدا فعلا يلعب بشكل كويس، ولغايه دلوقتي جايب 4 أهداف زيه زي علي معلول في النادي الاهلي. طيب قبل ما نروح للتنظيم الهجومي والدفاعي لسموحه، خليني اخد بعض. محمد سيد بيقول اي 11 راجل في الملعب يلبسون تيشيرت النادي الاهلي هم في المباراه. تمام. رجب مساء الفل، ان شاء الله نكسب 3. كابتن احمد سامي بيهاجم وبيفتح الملعب، شريف 2 تاو 1. عندي سؤال بس للمحترمين، ايه رايكم لو موسيماني لعب باثنين مهاجمين، لعب 4-4-2 خطه مختلفه عن 3-4-3 ومختلفه عن 4-2-3-1 وكده هتكون حيرت المنافسين؟ ده رجب مساعد. انا متفق معاه جدا في المباريات اللي هي بتكون قدام المقفوله اللي هي قدام اللي زي مباراه البنك الاهلي، زي مباراه المقاولين، اتفق معاه ان احنا فعلا في المباريات المقفوله ممكن. بس هو بيتسو موسيماني هو خلاص مثبت 3-4-3، وفي بعض المباريات هيحتاج راس حربه تاني لما المباريات تكون مقفوله. دي وجهه نظر المدرب يعني. لكن انا بشوف ان بكره يا كابتن اسلام عندنا حلول تاني يعني. في الباك الشمال بكره علي معلول غايب، هو عنده حلين من القايمه بتقول كده، يا اما كريم فؤاد، يا اما الحل التاني ان هو يودي ايمن اشرف باك ليفت ويدخل ياسر ابراهيم مع حسني فتحي كمساك ثالث، يبقى حافظ على طريقه اللعب. ده الحلين الموجودين ناحيه الباك ليفت. طيب غياب عمرو السوليه، ايه الحلول المتاحه؟ زي ما كريم قال ممكن اكرم يخش، برضو في 2 لعيبه كمان، في احمد عبد القادر بيلعب في الحته دي جنب اليو ديانج هيلعبها بشكل كويس جدا، وفي عمار حمدي برضو يقدر ان هو ده يعني، عمار حمدي بيلعب ممكن يلعب جنب ديانج في الحته دي، ففي حلول كتير للنادي الاهلي في المكان ده يعني. طيب وليد بيقول اتمنى يبدا بعمار مكان السوليه وكريم مكان معلول، عمار عنده قدرة على تطوير الهجوم زي السولية، وكريم عنده لاعب مهاري وحماسي وهينشط الناحية الشمال. التشكيلة هو 11 راجل. حد محمد بيقول 11 راجل في الملعب بروح الفانيلا الحمر. كبير البيت بيقول كل الأرقام بتتغير من أي فريق بيلعب قدام الأهلي، أي فريق بيقابل الأهلي بقدره قادر يبقى خرافي. ماشي، تحياتي ليك يا كابتن اسلام، انت اشكرك جدا. بس كريم فؤاد بدل معلول، وعمار مكان السولية، وعبد القادر مكان شريف، يعني بتتباين الاراء الحقيقه عن هذا الامر. خلينا بقى نروح للتنظيم الهجومي لفريق نادي سموحة. تعالى نتفرج ازاي الكابتن احمد سامي بيأثر في الشكل الهجومي بتاعهم. تعال نبص على الاثنين لعيبه، اهم اثنين لعيبه في سموحه في الناحيه الهجوميه حاليا، حسين فيصل ومروان حمدي. ايوه، بص الفيديو ده. طبعا ده حسين فيصل اللي هو بيلعب جناح شمال دايما. مروان حمدي فين؟ قاطع في العمق. هات الصوره كامله. مظبوط، قاطع في العمق، بيستغل المساحه الموجوده ما بين الباك والمساك، دايما تحركاته في العمق. عشان كده دور حمدي فتحي بكره في الحته دي مهم، ان هو يقفل ياخد المهاجم دايما. حمدي فتحي هو اللي بياخد راس الحربه والاثنين المساكين جنبه. أيوة. فده بيقطع في العمق اهو، حسين فيصل لعبها له. نكمل الصوره الثانيه، هنلاقي الكرة وصلت راحت انفراد، جت هدف لسموحة من خلال اسيست حسين فيصل ومروان حمدي. نفس الشكل برضو استرن كومباني. اذا في جملة متحفظة او تحركات هو بيطبقها في اللامركزية. هنا جاي مين؟ ناحية الشمال صديق اجولة، دي اللامركزية، وحسين فيصل كان صانع العاب يعني بيقرب منه. ادي الاثنين متجمعين عاملين كثافة عددية، ومروان حمدي برضو بيسرق الدفاع، بيتحرك ما بين المساك والباك او ما بين الاثنين المساكين في المساحة ما بينهم، ادي 14 متر. نفس الكلام اهو هتتلعب له، نجيب الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هي اتلعبت له ما بينهم وقدر ان هو يسجلها هدف. اذا ديت اهي اتلعبت له وقدر ان هو يسجلها هدف. نعم. لازم نخلي بالنا من تحركات مروان حمدي ما بين الاثنين المساكين. هنا دور حمدي فتحي بكره في اغلاق وطريقه 3-4-3 مهمه بكره في اغلاق العمق الدفاعي، خاصه مع تحركات مروان حمدي اللي بيمر بفتره انتعاشه. نكمل الجزء الثاني، حسين فيصل زي ما اتكلمنا على مروان حمدي، تعال نشوف حسين فيصل اللعيب الثاني المهم المميز. كورته حلوه، لعيب مهاري وكويس جدا، ودايما بيقطع للعمق، دايما هو بيقطع للعمق وبيخش لجوه عشان يشوط او يعمل ثنائيه مع سواء طبعا ده كان موجود عبد الكبير الوادي اللي هو مصاب، الله مش عارف اذا كان هيبقى متواجد بكره ولا لا او هيلحق ولا لا، بس هو مصاب جاله مزق في العضله. أيوه. الضمه لعبها ليه حسين فيصل برضو. ادي حسين فيصل فين؟ كان موجود هو في الجناح، دخل لجوه وشاط.
اذا اكرم توفيق لازم يخلي باله هو طبعا والثلاثه المساكين، لو اكرم بدا كباك رايت يخلي باله من تحركات حسين فيصل اللي هو بيخش دايما لجوه ويعمل ثنائيه مع مروان حمدي. لو نفتكر السنه اللي فاتت هو هنا المفروض لا ما اكرم ملوش علاقه، مش هو اللي هيخش معاه لغايه جوه، يعني يخلي باله ان هو لما بيدخل يسلم. يعني لو خدنا بالنا السنه اللي فاتت كان مصطفى فتحي واحمد عبد القادر وحسام حسن الثلاثه اللي قدام كان في لا مركزيه، السنه دي هو بيطبق نفس الفكر. ميزه كابتن احمد سامي باسماء اخرى عنده فكر بيحاول يطبقه، بيحاول يطبقه في اللامركزيه حسين فيصل، صديق اجوله، وقدام مروان حمدي نفس الفكر بالظبط. نخش بعد كده برضو على اجوله. اجوله بقى ميزته في ايه؟ ده الثالث بتاعهم. ميزته ان هو دايما بيتحرك في ظهر الباك ليفت، يعني دايما واخد المساحه في ظهر الباك ليفت وبتتلعب له. بص كلهم بيبصوا فين، ومروان حمدي بيلعبها بوش رجله الخارجي عشان صديق اجوله يسجل جون من في المساحه اللي ورا صبري رحيل ظهير ايسر الاتحاد السكندري. ادي الكوره، يبص صديق اجوله دايما بيسرق الايه الباك ليفت، هنا الباك ليفت اللي هيلعب بكره. عشان كده هل اكرم، هل ايمن اشرف ولا كريم فؤاد؟ عشان صديق اجوله هيتحرك في المساحه دايما الموجوده في ظهر الباك ليفت. تعال نشوف هل الكره دي اتكررت تاني برضو بهدف تاني قدام ايسترن كومباني نفس الشكل. نجيب الصوره اللي بعدها برضو. طبعا هو هنا بيسجلها قدام الاتحاد السكندري نفس الشكل برضو من على خط المرمى، نفس الكورة كربونة، صديق أجولة ومروان حمدي برضو متحرك في المساحة اللي ما بين المساك وما بين الباك، صديق أجولة دايما بيقطع وبيسرق الباك ليفت. فإذا خطورة الثلاثة اللي قدام، أدي صديق أجولة بيسرق الباك ليفت، حسين فيصل بيخش للعمق، مروان حمدي بيتحرك على الأطراف وبيخش برضو للعمق عشان يفتح مساحات للاتنين اللي جايين من ورا. تمام. اخيرا اهم مشاكل السموحه الدفاعيه، هنتكلم بقى على المشاكل التمركز زي ما كريم اتكلم عليها وقال ان هم عندهم مشكله واضحه في التمركز في الكرات العرضيه، واضحه جدا. يعني بص حضرتك ده كلهم واقفين بيتفرجوا على الكوره، بص كلهم واقفين بيبصوا على ايه، على الكوره وسايبين المان بتاعهم. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبه من سموحه واقفين في منطقه جزائهم مقابل 3 يعتبروا جوه المنطقه او 4 جوه المنطقه، والكوره دي جت هدف. يعني الكره دي جت عندهم مشكله واضحه في الكرات العرضيه. لازم بكره يكون في تكثيف، وطريقه 3 4 3 بتعتمد اكتر على ان انت مطير الظهيرين وبيعملوا عرضيات اكتر، فلازم يكون في تكثيف للكرات العرضيه، خاصه لان ده ابرز نقطه ضعف في سموحه هي التمركز في الكرات العرضيه، خاصه في المساحه اللي ورا الباك رايت والباك ليفت. يعني هنا سعيد صنبوري بيرفعها ليه، يعني اللعيب اللي بيجيبها لعيب مش طويل القامه، يعني لعيب قصير، وبالتالي دي مشكله واضحه في التمركز. نكمل برضو بقيه المشاكل الدفاعيه. دي كره اتحسبت ضربه جزاء، برضو جايه منين اساس ضربه الجزاء لنادي الاتحاد؟ من كره عرضيه، برضو جايه في المساحات اللي ورا الظاهرين اتلعبت. محمد شكري هنا، محمد شكري لعيب مميز قوي على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاعي لسه محتاج يكتسب خبرات في التغطيه العكسيه وفي التمركز والمساحه الموجوده هنا. طبعا عمل ضربه جزاء واتحسبت لمسه يد عليه، اذا جايه برضو من خلال ايه، كره عرضيه. ففي مشاكل واضحه في المساحات الموجوده ورا الظاهرين، وفي مشكلة في التمركز في الكرات العرضية. نكمل كده، تمام. في حاجة تمام، ده برضو نفس المشكلة برضو اللي كريم اتكلم عليها اللي هي التمركز في الكرات العرضية، وكان في واحد مرحل ورا. ده يعني ده أبرز نقاط ضعف سموحة لازم نستغلها بكرة، زي ما قلت لحضرتك المساحات الموجودة ورا الظاهرين. الحاجة التانية لازم نخلي بالنا ونكسر من الكرات العرضية، لأن ده حل مهم جدا. مين الأقرب للفوز إن شاء الله؟ إن شاء الله النادي الأهلي كابتن إسلام نحقق الانتصار السادس، فعلا انتصار مهم إن شاء الله قبل التوقف الدولي اللي هيمتد اللي أعتقد ما يقرب من 25 يوم. كام؟ النتيجة ممكن تكون كام؟ لا إن شاء الله يعني على العشاء. أنتوا الاثنين ماليش دعوة، مين فيكم اللي هيجيب العشاء للتاني؟ ان شاء الله بكره نكسب 2-0 ان شاء الله. 2-0 مين اللي هيجيب الاجوان؟ اتمنى على المستوى الشخصي بيرسي تاو ومحمد شريف. 2-0 بكره ان شاء برضو؟ الله. محمد شريف وقفشه. على الرغم ان انا شايف ان هي مباراه صعبه جدا الحقيقه، مباراه سموحه تظل دائما من المباريات الصعبه جدا، لكن خلينا نشوف من هيكسب العشاء. انتوا اللي هتجيبوه مش انا، ما اختلفنا في اللي مسجلين الاهداف، هو قال بيرسي تاو وانا قلت شريف وقف. نشوف ممكن ولا واحد فيكم يجيب وانا اللي اجيب العشاء. انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، زي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر بكره ان شاء الله نهايه مباراه النادي الاهلي ونادي سموحه، وان شاء الله كل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي يكونوا متواجدين يوم الجمعه ان شاء الله
حضور فرح الانتخابات. احنا دايما بنسميه فرح الانتخابات لان انت كعضو جمعيه عموميه بتبقى عارف او عايز تعرف ايه اللي حصل خلال الاربع سنوات الماضيه وتنتخب مجلس اداره جديد للاربع سنوات القادمه بناء على رؤيه لعشرين مرشح. من ستختار؟ طبعا دي بتبقى دايما متروكه لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي لان اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي عندهم وعي مختلف الحقيقه، عندهم رؤيه دايما بتكون مختلفه. عشان كده انا متاكد ان شاء الله ان يوم الجمعه هيكون عدد كبير جدا جدا من اعضاء الجمعيه العموميه متواجد ان شاء الله في مقر النادي الاهلي في الجزيره لانتخاب مجلس اداره جديد للنادي الاهلي، عشان تبقى حضرتك شاركت ولو بصوتك حتى، وزي ما الكابتن خطيب قال صوتك ب1000 صوت او ب5000 صوت، فلو حضرتك شاركت ان شاء الله ان شاء الله الكل يكون متواجد يوم الجمعه القادم. وزي ما قلت لحضراتكم وسائل مواصلات في كل حته من خلال النادي الاهلي والابلكيشن وحاجات كتيره جدا جدا، يعني من خلال الدكتور سعد شلبي في الفقره السابقه مع الاستاذ ابراهيم المنيسي في برنامج الاهلي ينتخب قال على كل هذه الامور. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق يا رب بكره للنادي الاهلي وان شاء الله في مباراته امام سموحه، وان شاء الله يوم الجمعه ننتظر حضراتكم في النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. وزي ما قلت لحضراتكم دايما يوم الجمعه هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره من خلال قناه النادي الاهلي لنقل احداث انتخابات النادي الاهلي من الساعه 8 صباحا وحتى انتهاء هذه الانتخابات، وان شاء الله يكون تم تحديد مجلس اداره جديد بعد نهايه هذا اليوم الطويل. أشكركم وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم في الفترة القادمة، وأكون أنا إن شاء الله هطلع في البيت الكبير إن شاء الله يوم الحد القادم، ولكن ممكن أكون مع حضراتكم إن شاء الله يوم الجمعة في انتخابات النادي الأهلي. أشكركم وأشوف حضراتكم على خير.